أظهرت دراسة جديدة في الولايات المتحدة أن الروبوتات يمكن أن تساعد الأطفال المصابين بالتوحد على تحسين مهاراتهم الاجتماعية، حيث لاحظ الباحثون المشرفون على الدراسة حدوث تحسن في مهارات الأطفال الاجتماعية بعد قيامهم بمهام يومية مع روبوتات في منازلهم لمدة شهر. روبرت هو واحد من 12 طفلا شاركوا في الدراسة التي قامت بها جامعة ييل الأمريكية. قام الباحثون أولا بإجراء تقييمات تفصيلية لمهارات الأطفال وتطورهم العاطفي، ثم وضع روبوت صغير مزود ببرنامج ذكي لدراسة التوحد في منزل كل طفل منهم. يقضي الأطفال حوالي نصف ساعة يوميا مع ألعاب تفاعلية وروايات لقصص مصممة لتعزيز مهاراتهم الاجتماعية. وبعد تحليل النتائج استنتج العلماء في ختام الدراسة تطور مهارات الأطفال الاجتماعية مثل الاتصال بالعين والقدرة على أخذ وجهة نظر شخص ما خلال الحديث معه.